السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. كنتمناكم كاملين تكونوا بألف خير. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم موديلات لي رائعة جدا بحال هذا الشكل. هذا جات ليلي بأنيقة في اللون الأصفر، وداخل فيها شوية الماغو، وداخل فيها هذا الخضيدر، وكاين هذا الجليلبة هذه اللي جات بالموف، مخدومة بالخدمة المعلم، داخل فيها شوية نبات. هانتوما كيف كتشوفوا جات رائعة وأنيقة في اللبسة، عين عقدة من الصدوق مع ضريس خفيف في القب والكميمات. وكاين هذا الموديل هذا اللي بالشبيكة، كاين هذا الشكل هذا في الأبيض مخدوم بالقري، كاين هاد الجليلي بالي جات مخدومة بالألوان في اللون الأبيض، الكم ديالها جا على شكل كسيوة. كاين هاد الشكل هذا جات جليلبة خفيفة، كاين هاد الخدمة بطرز رباطي وعين عقدة من الصدوق، وكاين عاوتاني هاد الموديل هذا اللي جات بالتنبات بهاد اللون اللي جميل جدا، اللون الوردي، جات مخدومة على هاد الشكل هذا منبته كلها بالعقيق. وكاين هذا اللون الازرق اللي حتى هو مخدوم بالالوان، جات فيها كوريضه في القب وورده كبيره في جهه الصدر. كاين هذا اللون هذا اللي حتى هو جميل جدا، وكاينين جليلبات بحال هذا الشكل خفيف. كاين هذه الخدمه ديال الطرز الرباطي، كاين هذا الوردي اللي تا هو مخدوم بالالوان، كاين هذه الخدمه هذه اللي جات مخدومه غير في الكميمات، كاين الابيض عاوتاني مخدوم بهاد الالوان اللي جات الوان جميله جدا مع الخدمه ديال البرشمان. وكاين هذا البيستاج اللي حتى هو طوندونس السنه اللي فاتت وهاد السنه، جا سامبل وفيه كرشمات في الجناب. كانوا هادو هما الموديلات ديال هاد النهار. كنتمنى البنات اللي مازال مخيطوش الجلابه يستافدوا منهم. خليتكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بحول الله.